رسالة إلى محمد بن سلمان وشعبها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسالة إلى رئيس السعودية وشعبها من مساكين الحبوش المهاجرين إليكم المسجونين في المملكة العربية السعودية. اتقوا الله فينا، نحن المساكين جئنا لنخدمكم طالبين الرزق، نحتاج منكم العفو. أما سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله. اقرأوا تاريخ أهل الحبش: ولما نفاكم الآلم استقبلناكم، شهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم أحد، لكن أنتم تظلمونا، نحن البدانين جعانين، هذا جزاؤنا. لا يا ملك السعودية وشعبها، المسلم يعذب في بلاد المسلم، لا ما يسير يا ملك السعودية وشعبها.